そうなんだ。أمشي في حالها قلت أندوز حالها نخليهم هما يمتوا على ديالهم وأنا أمشي أصلا البركات الأولى على الأسف دابا تقرب قدام باباهم غيجي يحامي عليهم شوف واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عصافي مشاو في حالهم تاينا دابا نمشي في كيجيني الجوع صاحبي والله العاد مشينا عند تركي قلنا نشرب من عنده شي حاجة اللحم يوم مشي نتار نشوي فوق الطنجرة في المقلة اسم الطنجرة اليوم هكذا شوية الزيت وشي حاجة بيطات والله لا الحمد لله كيجيني الجوع وحلو وقت الله يحفظ واتك كانت الماكلة والو صاحبي ها هي داك ريستورانتي ديال الايراني حتى هادي ديالو الله يعمرها سلعة منكدبوش يا الله هو وقيل جاب فلوس من الايران وانت فهم حيت امباسيبل يعمل هاد الشيء فهم هنايا وهنايا وسمعت عامل في امستردام ها خدام ديالو خرج يتكيف ها مكتبوش على الله عمرها سلعة ترانكيلو صاحبي ناقصني شي بحال بولي برافا زعما نمشي ناكل شي حاجة تا فين غتاكل تما فين غتاكل ناكلو ميكدونالدز عم ميكدونالدز والو شي شنو غناكلو تماك لا والو البارح كلينا ماكلة الزنقة البارح ماكلة الزنقة دابا صافي باش ما مرضتي عاوتانك وهذا شوفها السلمندر هنا واحد الوقت ما كانش هكذا كان غير فحال البحر ومن الشفوه دابا تحفر لتحت هذه في هولندا ما كاينش الحجر فحالنا حنا في المغرب تحفر دابا نتا حيت تبرع الرملة حيت هادشي عندي واحد التصويرة انا كانت غير وقيلا هي هادي اللي كانت هادي فحال جزيرة ستيتو هنا فحال بحار كلشي بحار شو بدو كينشفو حيت هما مشهورين بهادشي ديال كعدلو الجزيرات مطارات في وسط الماء فحال اللي عدلو دول اخرى شوف صح وما كتجيهم شي فيضان وكتقول هذا شوي شادي على هذا هذا هادي على شوي شو هذا والله الحق مطور هنا صح كيعملوا داك الشيء
عندكش. جهة فرماسيا فين كنت انا اللي درت كدا تمشينا الحمد لله. انا هو من المغرب عاكل الحبيب ديالي من المغرب. كنت مشى شحال تبارك الله تماك ما كاين غير مشي والله لا فرحان هود عاك رجعوا. انا الله جيت عاك هود عاون هود نطلع ونطلع الحمد لله يا ربي الحبيب. عاكم ما قلت انا ولا خصك تخدم اللي تكون صغير. اذا ما خدمتيش يتيناك صغير الكبر صعيب. دابا انا كنعرف بزاف بنادم كنسول انا نصارى لا مغاربه مساكن لا كلش واش ماشي فك العطله كلشي غالي الفلوس. شتي يا صاحبي ولا شتي يا صاحبتي خصك تخدم باش اللي كتحتاجهم كتجبرهم. انا ما كنقولش عندي ما انا عندي الله حال كاملين بينا غير كذا. بحال بني قال لي كيفاش هنا كتعمل ما نقدرش نقول لهم عندي الحلال ما نكذبوش على الله والله ما عندي حتى فرنك ديال الحرام. ولكن ما تقدرش تقول له شغا تقول له كنت كنقول لهم اللي كانوا صغارين هاشني تعمل ما كيسمعوا حتى كبروا داك يقول لي كيفاش كتعمل كيفاش انا كنعمل من الفلوس. ما تقدرش تشرح له كلشي. الصو هو يعرف الراس والدنيا هي ورينا في الصور. انا كنت كنبيع ونشري كنت داني الحانوت شي حوانت لا عرفت جهاد انمير امستر بعادين من هنا ربع ساعة نص ساعة دخل ما 8 مليون در فرانك 10 12 وشي مرة والله لا شي مرة كان خسار. ولكن كنت ديهم معايا كنوري كنقول له هاتي ما تخدمش مع الباترون صاحبي هاشني تعمل هاكي باش تعمل هاكي هي واللي فراس وما عليك حاجة نورمال. حتى شرفنا كتعمل اخر واحد ورينا كيفاش كنعمل وقسما بالله دالي السلعه كامله والصلاه والعباده وعندو الجامع في الدار قسما بالله العظيم عنده واحد البيت في حد الجامع وداك التناوي ان شاء الله عطيت له السخره صاحبي تقريبا 600 مليون ديال الفرنك مغربي هذيك كنسترجع لنا انا نرجع هنايا 30 35 مليون ديال الفرنك داها كامل. شنو غاتعمل؟ تيبقوشي في بنادم يدوخكم ديك ان شاء الله. اوال دابا نمشي عند التركي.